ايوا اجي تعلم مايونيز، عمل 3 صفار بيض عامل لا عمل شويه الملاح وعمل جوج مغارف ديال لاموطاط الاولى الثانيه وخليتي جليتي فليتي جليتي خليتي جليتي. دابا جيب الزيت وكتخوي شويه بشويه شويه بشويه شويه 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 وعندك طلع بزاف بحال هكا تقطع لك. تقول لي عاوتاني ما طلعتليش، عمل واحد كاس الخليط بحال هكا عاوتاني خليتي جليتي فليتي خليتي جليتي فليتي خليتي جليتي فليتي. ها هي طلعتنا مايونيز. هذه مايونيز ناتشورال، بغيتي دير دابا بيعو حتى هما ليبزا داكشي كيبقى اختيار ديالك. المهم هذه ناتشورال. اذا ما طلعت لك شي مايونيز بحال هيدا كتلصق كتلصق بحال شي بنادم ما تقولش طلعتي مايونيز. وتحياتي للعقول الراقيه وبيبا، خلي حركه اكسبلور والقلب وبارطاجي الفيديو مع الناس باش كننزل لكم هادشي هذا يوميا، كننزل لكم جوج فيديو في النهار. تحياتي ليكم.